بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بناخد مع بعضينا موضوع جديد من مواضيع ريفيجن، والريفيجن بتاع النهاردة ناخد ريفيجن على البوستيرير ابدومينال وول. يبقى احنا موضوعنا النهاردة ان شاء الله ريفيجن على البوستيرير ابدومينال وول. أول حاجة بناخد muscles of posterior abdominal wall. لو أنا كنت جاي ببص على muscles اللي موجودة عندنا في posterior abdominal wall، عندنا 5 muscles. العضلة الأولانية دي اسمها psoas major، والعضلة التانية اسمها quadratus lumborum، والعضلة التالتة اسمها iliacus، والعضلة الرابعة may be absent اسمها psoas minor، والعضلة الخامسة اسمها الديافرام. يبقى we have 5 muscles. psoas major كلمة psoas يعني خاصة، وميجور لأن في عضلة اسمها psoas minor. يبقى psoas major، psoas minor، و psoas minor may be absent. واحدة من 6 عضلات may be absent موجودة عندنا في جسمنا. عضلة مربعة موجودة اسمها quadratus lumborum. كلمة quadrate يعني مربع، ولمبورم جاي من كلمة lumbar. quadratus lumborum، quadratus lumborum. والديافرام اللي موجود لفوق، والإلياكس موجودة لتحت. So we have 5 muscles in the posterior abdominal wall. يا ترى ايه النيرف سبلاي بتاعت العضلات دي؟ العضلة الأولانية اسمها psoas major، بتبقى supplied باللامبر نيرفز. في بلكسس موجودة within اللامبر، within psoas major اسمها لامبر بلكسس. فبتاخد منهم، بتاخد من L1 L2 L3. العضلة اسمها quadratus lumborum، هي العضلة المربعة دي، بتاخد من from T12 up to L4. T12 اسمه subcostal nerve، و up to L4 يعني upper four lumbar nerves. يبقى psoas major خدت من L1 L2 L3، quadratus lumborum خدت من from T12 up to L4. الإلياكس، ودي عضلة واطية مش شتيمة ولا حاجة والله، واطية يعني أوطى عضلة فيهم واصلة لغاية اللور، بتاخد من النيرف ده اسمه فيمورال نيرف. يبقى الإلياكس النيرف سبلاي بتاعها هو الفيمورال نيرف. يا ترى إيه الأكشن بتاعت العضلات؟ العضلة الواطية اللي اسمها إلياكس دي شغالة على اللور لمب بس، بتعدي قدام الهيب جوينت وحتى نفسها ناحية الميديال أسبكت زي ما احنا شايفين، فهي بتعمل فليكشن وميديال روتيشن أوف ذا ثاي. الاكشن اللي احنا شايفين ده اسمه فليكشن اند ميديا روتيشن اوف ذا ثاي. يبقى العضله بتعمل لي فليكشن وميديا روتيشن اوف ذا ثاي، فليكشن وميديا روتيشن اوف ذا ثاي. يبقى العضله بتعمل لي فليكشن اند ميديا روتيشن اوف ذا ثاي. العضله اللي اسمها psoas major بتشترك مع الالياكس في الانسرشن بتاعها، فبتعمل جزء من الاكشن بتاعها نفس الاكشن، يعني بعد فليكشن اند ميديا روتيشن اوف ذا ثاي. لكن العضله زي ما انتم شايفين الاوريجن بتاعها طالع من الفيرتبرال كولم، شغاله على الفيرتبرال كولم، شغاله على الترانك. فلو عضله واحده اشتغلت بتعمل لي لاترال فليكشن اوف ذا ترانك، لكن لو العضلتين مع بعضيهم يعني يمين وشمال اشتغلوا مع بعضيهم يعملوا لي فليكشن اوف ذا ترانك. فليكشن اوف ذا ترانك يا اولاد يعني برضه فليكشن اوف ذا فيرتبرال كولم، نفس المعنى. يبقى flexion of the trunk or flexion of the vertebral column. يبقى one muscle تعمل lateral flexion. Both muscle تعمل flexion of the trunk. الquadratus lumborum لو one muscle بس اشتغلت تعمل لي برضك lateral flexion of the trunk. يبقى lateral flexion of the trunk ده action مشترك ما بين العضلتين. على ناحية واحدة بتعمل lateral flexion of the trunk، سواء psoas major أو الquadratus lumborum. لكن لو both muscles، لان العضله موجوده ورا السوس ميجور بتعمل اكستنشن اوف ذا ترانك، يبقى ده الفرق ما بينهم. السوس ميجور تعمل فليكشن اوف ذا ترانك لو العضلتين مع بعضيهم، لكن الكوادراتس لامبورم العضلتين مع بعضيهم يعملوا لي اكستنشن اوف ذا ترانك. السوس ميجور تزيد عن الكوادراتس لامبورم ايه؟ ان هي معديه قدام الهيب جوينت، يبقى تشتغل مع الالياكس تعمل لي فليكشن وميديا روتيشن. يبقى العضلتين دول الالياكس والسوس ميجور بيعملوا لي فليكشن وميديا روتيشن اوف ذا ثاي. العضلتين دول الكوادراتس لامبورم والسوس ميجور يعملوا لي لاترال فليكشن اوف ذا ترانك. تفضل ان السوس ميجور ممكن تعمل فليكشن اوف ذا ترانك، والكوادراتس لامبورم تعمل لي اكستنشن اوف ذا ترانك. يبقى السوس ميجور ممكن اخد بيها وضع الركوع في الصاله، الكوادراتس لامبورم ارفع من وضع الركوع في الصاله.
لدافع ان الكوادريسبس لامبورا ماسكه في اللاست ريب، فبتعمل فيكسيشن اوف ذا لاست ريب، وده مهم الاكشن ده علشان الشغل على الدايفرام. العضله دي لازم تشتغل قبل الدايفرام علشان تعمل فيكسيشن لللاست ريب علشان الدايفرام يقدر يشتغل. تعالى ناخد حالات. A 25 year old male professionally hockey player with right sided hip pain. يبقى العيان كان هوكي بلاير بيلعب هوكي وجاي عنده right sided hip pain، عنده بين في right sided hip. Was diagnosed as myofasciculopathy of the right psoas major. دايما يا ولاد الكيس ما تضيعلناش الحاله. واحد يقول لي يعني ايه مايو فاسيكوباثي؟ يعني ايه مايو فاسيكوباثي؟ يعني مش مهم تطلع تطلع ايه، زي تطلع زي ما تطلع. لكن تعالوا نشوف ايه الكويستشن اللي هو الموجود عندي. Which of the following is a suspected action of the defective muscle؟ يبقى دي اللقطه. ارجع على طول على الكيس بقى، بص هو بيتكلم على ايه؟ رايت سورس ميجر. يبقى هو عايز اكشن اوف رايت سورس ميجر muscle. يبقى اروح باصص، ممكن تعمل فليكشن اوف ذا ثاي؟ اه هي بتعمل فليكشن ميدي روتيشن، اكستنشن مستحيل، لاتر روتيشن مستحيل، ابدكشن مستحيل، ابدكشن مستحيل، ايه بتعمل فليكشن اوف ذا ثاي؟ الناس اللي دايما كومبليننج الحالات بتضيع لنا وقتنا، لا تبتدي دايما بالكويتشن اللي موجود عندك، ايه هو الكويتشن؟ وبعدين اطلع خد من الحاله، الحاله بسرعه اقراها، اشوف الكويتشن، اطلع اخد ايه النقطه، انزل على اللي هو ايه الكي بتاعي. تعالوا مثلا حالة زي دي. A male patient 60 year old had chronic pain in the abdominal wall. يقول لغاية دلوقتي واحد عنده chronic pain in the abdominal wall after multiple abdominal hernia repairs in the last year and half with poor response to the treatment of neuromodulator and opioids. We opted for a quadratus lamborum block. طبعا واحد يقول لك انا ايه، انا تهت ايه الموضوع. Which of the following is the action of the muscle. اه يبقى هو بقى السؤال على طول، هو ده الموضوع. واحد كان عنده بين وكان في عنده قبل كده هيستو في مالتيبل هيرنيا ومش ريسبوندنج لحاجات البين كيلر زي مورفين وهيروين وحاجات زي كده كويس، وعايزين يعملوا muscle block. ده الكيس. بس الحل الامتحان مش كده خالص يا ولاد. حل الامتحان ابص على الكويتشن الاول. Which of the following is the action of the muscle. اه يبقى هو عايز action of the muscle. ارجع في الكيس بسرعه، فين المسل اللي موجوده؟ كوادريتاس لامبورا. يبقى هو السؤال very simply speaking what is the action of quadratus lamborum. اروح باصص بسرعه ايه الاكشن اللي موجوده عندي في الكوادريتاس لامبورا. Extension of the trunk, flexion of the trunk, lateral flexion of the thigh, rotation of the trunk, flexion and the major rotation of the thigh. انا يبقى انا اعرفه هي بتعمل extension of the trunk. Both muscles بيعملوا لي extension of the trunk. بعد كده بندخل في التوبيك اللي بعديه وهو الديافرام. ايه parts of the diaphragm؟ تو كيوبولا وسنترال تندون. تو كيوبولا يعني قبتين، سنترال تندون in between. What is the origin of the diaphragm? The diaphragm leads the following origin. External origin من the back of the xiphoid process. Costal origin من the lower six costal cartilage. Vertebral origin to crura وكلمة كراس يعني رجل و five arcuate ligament. ادي واحد في الوسط اسمه ميديان واثنين على الجناب اسمهم ميديال واثنين على الجناب اسمهم lateral. يبقى five arcuate. Arcuate يعني اخواس. يبقى رايت كراس ولا ربنا يجعلنا من اهل اليمين، كراس يعني رجل. رايت كراس طلع من البوديز اوف ابر 3 لامبر فيرتبري. الليفت كراس من الابر 2 لامبر فيرتبري. ربنا يجعلنا من اهل اليمين، يبقى الرايت كراس اطول من الليفت كراس. كراس يعني رجل، يبقى هو الدايفرام اعرج. رجله اليمين اطول من رجله الشمال. وفايف اركويت ليجامنز، واحد ميديان واثنين ميديال واثنين لاترال. من كل الحاجات دي من الاسترنال والكوستال والسبع كلمات بتاع الفيرتبرال كل الفايبرز منطلقه عشان تعمل انسرشن بتاعها في السنترال تندون اوف ذا فريم.
النيرف سبلاي هو الفرينك نيرف وده موتور سبلاي. فرينك نيرف فيه معلومتين، نعم المعلومة الأولانية إنه طالع من C32 up to C5، يبقى هو رغم إنه هو بسبلاي دايفرام ده طالع من النيرف from C3 up to C5. المعلومة الثانية إن الفرينك نيرف يمين وشمال، ودي مهمة، ناحية اليمين بيعدي عن طريق Vena Caval Opening، ناحية الشمال بيخرم left cupola of diaphragm. المعلومة الثالثة إنه supply diaphragm from abdominal aspect، مش من upper aspect، من abdominal aspect. يبقى الفرينك نيرف موتور طالع من C3-4 and 5. النيرف اليمين بيعدي عن طريق Vena Caval Opening of diaphragm، لكن left phrenic بيعمل pierces cupola of diaphragm، الأوبا بتاعت الديافرام، والفرينك نيرف supplies diaphragm from abdominal aspect. يا ترى ايه الاكشن بتاع الديافرام؟ بيزود الفيرتيكال diameter muscle of respiration، ينزل زود الفيرتيكال diameter muscle of respiration. ايه الديفكس of the diaphragm؟ عندنا two major defects مشهورين جدا، واحدة اسمها parasternal hernia، وقلنا بين الاسترنال والكوستال اورجن of the diaphragm. Congenital diaphragmatic hernia، ودي أهم بكتير، بين الكوستال والفيرتبرال أورجن أوف ذا ديافرام. ممكن يبقى جاي لي واحد نيونيت وريسبيراتوري ديستريس مش قادر ياخد نفسه بعد يوم أو يومين من الولادة، عامل أشعة ألاقي الدنيا وايتش كده، يعني معناها زي ما شايفين الانتستين عامل كومبريشن لللنج، هوت اللنج خالص، يبقى ده عنده congenital diaphragmatic hernia for urgent surgery surgical interference. The major opening of the diaphragm, we have three. They are collected in Voice of America. Vena caval opening, esophageal opening, aortic opening. VOA, Voice of America. The level بتاعهم 8-10-12. Vena caval opening عند 8, esophageal opening عند 10, aortic opening عند 12. 8-10-12. The position بتاعتها, Vena caval opening موجودة 1 inch to the right of the midline. Within central tendon. ناحية اليمين within central tendon. عكس الاسفجيال opening موجودة 1 inch to the left of the midline. رغم انها موجودة 1 inch to the left بس محاطة فايبر جاية من الرايت كراس اوف ذا diaphragm. Aortic opening موجودة behind the median arcuate ligament exactly in the midline. يبقى واحدة ناحية اليمين، واحدة ناحية الشمال، واحدة exactly in the midline. اللي موجوده من حته اليمين موجوده في السنترال تندون، دي الفينا كافال اوبننج. الاوسوفجيال موجوده ناحيه الشمال بس محاطه فايبر اوف رايت كراس. اللي موجوده اكزاكتلي ان ذا ميد لاين بيهايند الميديان اركوت ليجمنت اورتيك اوبننج 8-10-12. ايه الاستراكشرز اللي باسنج ثرو ذا ميجور اوبننجز؟ الفينا كافال اوبننج بيعدي عن طريق الاي في سي زي ما اسمها اسم على مسمى، ولسه حالا قايلين الرايت فرينك نيرف اي في سي والرايت فرينك نيرف بيعدوا عن طريق الفينا كافال اوبننج. الاوسوفيجال اوبننج بيعدي عن طريق الاوسوفيجاس والتو في جاي، وارتري جاي من الابدومن بيسبلايز الاوسوفيجاس، اسمه اوسوفيجال برانش اوف ليفت جاستريك. يبقى انا عندنا نازل من فوق الاوسوفيجاس والتو في جاي، وعندي اوسوفجيال برانش اوف ليفت gastric. الاورتيك اوبننج اوف ذا diaphragm بيعدي عن طريق ثلاث حاجات، الاورتا والازايجاس اللي لونه ازرق ده الازايجاس، وما بينهم في داكت موجوده اسمها ثوراسيك داكت. الثلاث حاجات دول بيعدوا عن طريق الاورتيك اوبننج اوف ذا diaphragm. يبقى عندنا الديسندنج اورتا والازايجاس والثوراسيك داكت، الديسندنج اورتا والازايجاس والثوراسيك داكت. تعالوا نشوف اسئله. ثوراسيك داكت ليفز ذا ابدومين at the level of ده سؤال مركب. thoracic duct بتعدي عن طريق ايه؟ aortic opening of the diaphragm. طب ال aortic opening of the diaphragm موجود عند ال level بتاع ايه؟ T12 8-10-12 voice of America. ده السؤال ده مركب لانه عايزني افكر الاول ال structure ده بيعدي عن طريق any opening وال opening موجود عند any level. تعالوا نشوف كده. right phrenic nerve passes through the diaphragm at the level of right phrenic. ده سؤال برضك مركب. رايت فرينك بيعدي عن طريق ايه؟ فينا كافال اوبننج. طب الفينا كافال اوبننج الليفل بتاعها كام؟ 8، لان احنا فويس اوف امريكا 8-10-12، يبقى الاجابه بتاعتي 8. تعالوا نشوف كده. رايت فرينك نيرف
passes through. لا دي direct question لأنه بيقول لك passes through any opening يبقى الفينا كافر opening. يبقى ممكن الكويتشن يجي لي direct or indirect. Which is the following how sorry مكتوبة هو غلط how does the left phrenic nerve leave the thorax. The left phrenic nerve اللي هو ده بيعمل piercing the left cupola of the diaphragm. Alright phrenic بيعدي عن طريق اللي هو الفينا كافر اوبننج لكن الليفت فرينك يعمل بيرسز الليفت كيوبولا اوف ديث. تعالوا نقرا كيس سيناريو ما توهناش كيس سيناريو نقراها بسرعه ونعمل فوكس على الكويتشن ونطلع ناخد من الكيس سيناريو اللي احنا عايزينه. A 55 year old man with a previous C6-7 traumatic fracture كسر واحد جاله في كسر عند الفيرتبرايا 6-7 referred with multiple accesses to the ER for acute nocturnal dyspnea. طبعا معظم الكلام مش مفهوم. هو دخل الـ ER يعني emergency room وكان nocturnal dyspnea يعني مش قادر ياخد نفسه بسهولة بالليل. واحد يقول الكلمات صعبة قوي يا دكتور. ما انا ما يهمنيش كل الكلام ده. ده دي باجة. اقعد اكمل هو انا يهمني ايه؟ عدوا. Clinical examination revealed a strong suspicion of a diaphragmatic deficit. يعني في مشكله في الديافرام confirmed by electromyography. electromyography ده نوع من انواع التشخيصات بيشوفوا العضلات عامله ازاي بالكهرباء. كل الكلام ده انا مش عارف هو عايز ايه. what is the nerve supply of the defective muscle. يبقى هو ده السؤال. nerve supply of defective muscle. يبقى ارجع انا عايز في الكيس دي اجيب muscle عشان اجاوب النيرف سبلاي. ايه المسل اللي موجوده؟ يقول انا قريت مفيش muscle موجوده. لا يا استاذ الديافرام ده muscle tenderness partition. الديافرام ده muscle. يبقى هو عايز السؤال simply speaking ايه النيرف سبلاي اوف ديافرام. شوف التتويه عامله ازاي. اجابه الام سي كيو عايز احتراف. اقرا بسرعه الحاله ابص على الكويتشن يعني بيقول ايه ارجع القط من الحاله انا عايز اعمل ايه. لكن اللي هيقعد يقول لا او اصل صعبه لا هو بيجي كده يبقى النيرف سبلاي. يبقى السؤال very simply speaking what is the nerve supply of the diaphragm. فرانك ده بس السؤال very easy question. بعد كده ايه البوستير ابدومينال وول فيسلز. ابدومينال اورتا بنحفظ فيها 12/4 بادي عند ليفل بتاع تي 12 اورتيك اوبننج اوف ذا ديافرام بينتهي عند لور بوردر اوف ال 4 ديفايد انتو رايت وليفت كومن ارياك ارتريس. يبقى بادي عند ليفل بتاع تي 12 بينتهي عند ليفل بتاع ال 4 باي ديفايدنج انتو رايت وليفت كومن ارياك ارتريس. ايه البرانشز اللي طالعه من ابدومينال اورتا؟ في سنجل وبير وفي ابدومينال وول. سنجل وبير وابدومينال وول. سنجل سيلياك سوبر ميزنتريك انفير ميزنتريك دول رايحين للاورجن الجايتي. بير عندنا ميدل سوبرارينال السوبرارينال جلاند رينال للكدني جونادر للتسس او الاوفريز. ميدل سوبرارينال رينال جونادر للابدومينال وول انفيرير فرينك للديافرام. انفيرير فرينك للديافرام. ميديان ساكرال ده برضك للوول اوف ذا بلفس فور لامبر ارتريز. يبقى ثلاث ثلاثات يبقى تسع برانشات. بس ممكن ناخد التقسيمه بطريقه افضل شويه علشان دي تهمنا. السنجل برانشز هقول سيلياك سوبر ميزنتريك انفيرير ميزنتريك ميديان ساكرال. سيلياك اللي هو ده سوبر ميزنتريك اللي هو ده انفيرير ميزنتريك اللي هو ده ميديان ساكرال اللي هو ده. يبقى السنجل برانشز سيلياك سوبر ميزنتريك انفيرير ميزنتريك ميديان ساكرال. البيرز برانشز inferior phrenic middle suprarenal renal gonadal 4 4 يبقى single branch celiac super mesenteric inferior mesenteric median sacral. البيرز برانشز inferior phrenic middle suprarenal renal gonadal يبقى عندنا 4 4. تعالوا نشوفها كده. اروح كاتب بسرعه الليفل upper border of L1 lower border of L1 L2 L3 L4 اكتب كده اكتب single branches pairs branches واروح حاطط. تعالوا كده نشوف هي هنكتبها ازاي. هنكتبها كالاتي single branches celiac عند ال upper border of L1 superior mesenteric عند ال lower border of L1 L2 احط شرطه ما فيش حاجه L3 inferior mesenteric median sacral L4
يبقى حطيت الاول L1 L1 upper border و lower border L2 L3 L4 حطيت شارطة عند L2 واحط البرانشز انا حافظها سيليك سوبيريو ميزنتريك انفيريو ميزنتريك ميديال ساكرال يبقى السيليك عند الابر بوردر في L1 سوبيريو ميزنتريك عند اللور بوردر في L1 L2 مفيش L3 inferior mesenteric L4 artery بتاع الديل اسمه ميديان ساكتر البيرز برانشز بردك انا حاطط نفس الليفل وابتدي ارص اول حاجه الديافرام يبقى inferior phrenic تاني حاجه ميدل سوبرارينال السوبرارينال جلاند ثلاثه رينال اربعه جونادل خمسه كومن الياك يبقى عندي inferior phrenic عند الابر بوردر اوف L1 عند اللور بوردر اوف L1 ميدل suprarenal L2 renal L3 gonadal L4 common area وما ننساش ان احنا عندنا في arteries رايحه للوول بتاع الابدومين اسمهم umbilical اسمهم lumbar arteries عددهم اربعه الخامس في الحقيقه بيطلع من الميديان ساكرال ما بيطلعش من الابدومين الاورطة الكونتينيوشن بتاعه او الارتري بتاع الديل يبقى دي branches of abdominal aorta دي branches of abdominal aorta. The IVC inferior vena cava, the beginning of the and the level of L5 by union of two common iliac veins. BC the abdomen is 8-12 and the vena cava opening and the level of T8. You know, بيدخل السوركس فين عند الليفل بتاع right six costal cartilage. بيدخل right atrium عند right six costal cartilage. يبقى البدايه بتاعته L5 union of two common iliac veins. بيسيب الابدومين فين؟ عند الليفل بتاع T8 بيعدي عن طريق فينيكا فال اوبننج. بيدخل الثوركس نص انش يدخل في الرايت اتريم عند الليفل بتاع الرايت سكس كوستال كارتج. التريبيوتريز اللي بتصب فيه الروافد اللي بتصب فيه. رايت وليفت كومن اليك فينز. الثيرد والفورث لامبر فينز. الفيرست والسكند ما بيصبوش فيها ولا بيصبوا في الاسندنج لامبر وده حدوته ثانيه. الثيرد والفورث لامبر فين. ارينال فينز يمين وشمال. Hepatic veins يمين وشمال. Phrenic vein يمين وشمال. يبقى common iliac vein يمين وشمال. Third or fourth lumbar veins يمين وشمال. Renal veins يمين وشمال. Hepatic veins يمين وشمال. Phrenic vein يمين وشمال. بس ناحية اليمين وليس ناحية الشمال. Two veins right gonadal و right suprarenal. يبقى الرايت جونادل ورايت سوبرارينال بيصبوا فيه، طب والليفت جونادل والليفت سوبرارينال، شايفين الفين ده اسمه ليفت رينال فين يا اولاد؟ الليفت جونادل والليفت سوبرارينال بيصبوا في الليفت رينال فين، حاطط لكم سلايد لوحديها علشان تتحفظ. يبقى الليفت سوبرارينال والليفت جونادل هما الاثنين بيصبوا في الليفت رينال فين. لكن الرايت جونادل والرايت سوبرارينال، اهو دي رايت جونادل ورايت سوبرارينال بيصبوا في الاي بي سي، فرق كبير قوي. رايت جونادر ورايت سوبرارينال بيصبوا في الاي في سي. ليفت سوبرارينال وليفت جونادر بيصبوا في الليفت رينال. تعال نحل شويه اسئله. ذا اند اوف ابدومينال اورتا. اورتا حفظت 12 4 يبقى بينتهي عند الليفل بتاع ال 4. ذا اند اوف ابدومينال اورتا. ذا اند اوف ديسندينج اورتا از ات ذا ليفل اوف شوفوا هتغلطوا بسرعه. ديسندينج ثوراسيك اورتا، ديسندينج ثوراسيك اورتا يعني بدايه الابدومينال اورتا يا اولاد. خدوا بالكم الـ end of descending thoracic aorta انا حاطه علشان الناس يغلطوا فيه بسرعه. الـ descending thoracic aorta هي بدايه الابدومينال aorta يبقى نهايه الـ descending thoracic aorta يبقى عند انهي ليفل؟ ها؟ عند الليفل بتاع T12 واحد يقول لي مش موجود في الاجابات معلش دي غلطه مطبعيه. الـ descending thoracic aorta بينتهي عند بدايه الابدومينال aorta T12 معلش غلطه مطبعيه مش موجوده هنا يا ولاد في الاجابات. The beginning of abdominal aorta. اهي دي بقى شوفي beginning of abdominal aorta هو نهاية descending thoracic aorta يبقى T12 يا ولاد. هي سؤالين لنفس العملة. هي يا ولاد. نهاية descending thoracic aorta هي بداية الابدومينال aorta. The beginning of IVC. IVC 5 8 5 5 يبقى باجي عند الليفل بتاع L5. Beginning of IVC عند الليفل بتاع L5. الـ end of IVC أنا جايب السؤال ده عشان تغلطوا فيه. واحد يقول لك الـ end of IVC يا دكتور أنت قلت لنا على طول 5 8 لا ده الـ end أنا ما قلتش بيسيب الأبدومين إزاي. الـ end يعني انتهى في الـ right atrium يا أولاد.
هو بينتهي في عند الليفل بتاع الرايت سيكس كوستال كارتلج. في فرق بين الاند اوف اي بي سي عند اني ليفل، وايه الفرق الثاني الاي بي سي بيسيب الابدومن عند اني ليفل. انا جايب السؤال ده عشان تغلطوا فيه، خدوا بالكم. الاند اوف اي بي سي فين؟ رايت سيكس كوستال كارتلج بيفتح في رايت اتري، لكن هو بيسيب الابدومن فين؟ يبقى بيسيب الابدومن فين عند الليفل بتاع تي 8 10 12. خدوا بالكم مهمه قوي، بيسيب الابدومن يبقى فينا كافل اوبننج تي 8، ينتهي فين؟ في الرايت اتريوم عند الليفل بتاع الرايت سيكس كوستال كارتلج. تعالوا نقرا مع بعضينا حاله كده ونعرف نستخلص منها السؤال على طول. A 10 year old boy admitted with complaints of repeated respiratory tract infection and stunted growth. ما أزعر يعني قصير. Clinical examination pointed towards congenital heart disease. عنده congenital heart disease، مشكلة في القلب. Which was confirmed by echo. Echo ده سونار للقلب. كل الكلام ده بيضيع على فكرة وقت. هو يعني عم بيقول، فانا افوت على الكلام ده بسرعة. Echo confirmed the diagnosis of interrupted IVC. دي بداية الكلام المعقولة بالنسبة لي. IVC. Which of the following veins is not drained into interrupted vein. يبقى هو ده السؤال بتاعي. الفين اللي ما بيصبش في الانتربتد فين؟ ايه الانتربتد فين؟ اطلع اقرا بسرعه في كيس سيناريو الاي في سي. يبقى هو السؤال باختصار، الفين طلع لي فين ما بيصبش في الاي في سي. ده كل الوهمه كولج اللي محطوط، اللي بيحطوا الكيس بيضيع وقتك بس. هو عايز كلمه محدده، اقرا الكيس بسرعه، ارجع السؤال، اعلم على الكلمه اللي انا عايز اخدها من الحاله. انتربتد فين يبقى انتربتد اي في سي. الفين اللي ما بيصبش في الانتربتد اي في سي لسه حالا متفقين مع بعضينا. حط ليفت 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 عشان يغلطكم طبعا. ليفت 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 ليفت، انا عارف ان ليفت جونادل وليفت سوبرارينال ما بيصبوش في الاي في سي. يبقى هو السؤال بتاعي او الاجابه بتاعتي ليفت جونادل وليفت سوبرارينال ما بيصبوش في الاي في سي. عندنا بعد كده موضوع اسمه البريتونيم. بري يعني اراوند، تونيم تو اكستند، ميمبرين اكستندنج اراوند اول اورجانز اوف ذا ابدومين. الاورجانز بتاعت الابدومين من علاقتها للبريتونيم، يا اما خلف البريتون ريترو بريتونيال او بتزق البريتون وتكتسب فولد اسمه بريتونيال فولد. نتيجه زقه البريتونيوم ده بقى البريتونيوم بقى حاجتين، بارايتال وفيسرال. البارايتال النيرف سبلاي بتاع سوماتيك، يعني نفس النيرف سبلاي بتاع الابدومينال وول. الفيسرال النيرف سبلاي بتاعه زي الفيسرا، اوتونوميك نيرف سبلاي. ولذلك لو في الم موجود في البارايتال بريتونيوم لوكالايز، الواحد يقدر يشاور عليه بسهوله لوكالايز. لكن لو في الم موجود في الفيسرال بيريتونيوم بيبقى ديفيوز جنرالايز، الواحد ما بيعرفش يطلعه بسهوله. الاورجانز لما زقت البيريتونيوم اكتسب البيريتونيال فولد. ايه انواع البيريتونيال فولد؟ وي هاف 3 تايبس اوف بيريتونيال فولد. ايه هم 3 تايبس اوف بيريتونيال فولد؟ عندنا كلمه اومنتوم. اومنتوم يعني فاتشي ممبرين. اومنتوم فاتشي ممبرين. ممبرين يبقى ريليتد موست بروبلي للاستومك، كان جريتر وليسر اومنتوم. ميزو وسطي، واحنا عندنا ثلاثه ميزو بس. ميزو ابندكس يعني ريليتد للابندكس. ميزو كولون ريليتد للقولون. ميزنتري يبقى ريليتد للسمول تيستن. ليجامنت يبقى لو ما انطبقش عليه اومنتوم وميزو. يبقى اللي ليهم بريتونيال فولد يبقى اورجنز بيتحركوا. طب اللي ما لهمش بريتونيال فولد ريترو بريتونيال. وانا عندي برايمري وعندي سكندري ريترو بريتونيال. البرايمري ريتروبريتونيال للكيدني واليورتر والسوبرارينال يعني ورا البريتون. السكندري ريتروبريتونيال يعني اللي اكتسبوه بعد فتره الدوجينام والبنكرياس الاسندنج والدسندنج كولون. يعني الملخص اللي انت عايز تقوله ايه يا دكتور بقى من الاخر كده؟ عايز اقول لكم من الاخر ان احنا عندنا اهو ده الديفينيشن بتاعتهم. ايه الريتروبريتونيال اورجان؟ سبعه. كيدني يورتر سوبرارينال كان في الاول. جدنم بنكرياس اسيندنج ديسيندنج كولون. يبقى انا عندي سبعه ريترو بريتونيال اورجانز. طب ايه الاورجانز اللي هي بريتونيال فولت يعني متحركه؟ بردك سبعه. ليفر وستومك وسمول انتستين ابندكس ترانزفيرج كولون سيجمويد كولون سبلين. سبعه ليهم بريتونيال فولت وسبعه ريترو بريتونيال. يبقى انا عندي سبعه. وجه اللقطه الاخرانيه بتاع تفصيل البريتونيوم وهو نازل وقاعد بيعمل كفرنج للديفرنس اورجان اوف ذا ابدومين. يبقى اختصار الموضوع الريترو بريتونيال ادي السبعه اديني كاتبهم،
واللي ليهم بريتونيال فولز ادي السبعه وبرده كاتبينهم، يبقى سبعه سبعه، سبعه ريترو بريتونيال وسبعه ليهم بريتونيال فولز. اللي ريترو بريتونيال يعني خلف البريتون، يبقى البريتون عامل كفرنج للانتيريور سيرفيس. اللي ليهم بريتونيال فولد كومبليتلي انفستد، كومبليتلي كفرد ويز بريتونيال. يبقى لما يجي السؤال يقول لك حاجه كومبليتلي انفستد ويز بريتونيال، كومبليتلي كفرد ويز بريتونيال، يبقى السبعه دول. لو قال لك حاجه ريترو بريتونيال او الانتيريور سيرفيس فقط بتاعهم كفرد ويز بريتونيال، يبقى عايز ايه اللي هو السبعه ريترو بريتونيال. يبقى خد بالكم السؤال بيجي ازاي، كومبليتلي كفرد يبقى اللي ليهم بريتونيال فولد. لو قال لك ريترو بريتونيال يبقى السبعه دول. السبعه دول ممكن يجي سؤال بطريقه ثانيه يقول لك الانتيريور سيرفيس بتاعهم بس هو اللي كفرد بالبريتونيال. لو الانتيريور سيرفيس بس بتاعهم هو اللي كفرد بالبريتونيال، يبقى هم السبعه ريترو بريتونيال. تعالوا نشوف كده اسئله. Which is the following structure is completely invested by peritoneum، يعني completely covered with peritoneum. واحد من السبعه دول، ريكتم دواره، بنكرياس دواره، السن كولون دواره، ديجينوم ورا، سيجمويد كولون. دي peritoneal fold اسمه سيجمويد كولون. One of the following structure is the retroperitoneum، يعني خلف البريتون. استومك بتتحرك، الليفر بتتحرك، السبلين بتتحرك، الديجينوم الديجينوم retroperitoneal طبعا. سيجمويد كولون بيتحرك. يبقى ده الوحيد اللي ريترو بيرتونيال هنا هو الجدران. عندنا بعد كده الابدومينال بلينز، عندنا ثلاثه بلين، ترانس بايلوريك عند ليفل بتاع ال1، يبقى عندنا هنا ترانس بايلوريك اللي هو ده عند ليفل بتاع ال1، سب كوستال عند ليفل بتاع ال3، ترانس تشيبيكرال عند ليفل بتاع ال5، يبقى 1 3 5. ترانس بايلوريك عند ليفل بتاع ال1، سب كوستال عند الليفل بتاع ال3، الترانس تيوبيركولار بيمر بالتيوبيركول اوف اليكريس عند الليفل بتاع ال5. اما بالطول عندي رايت وليفت لاترال بلين، يبقى بالطول ليفت رايت لاترال بلين، وبالعرض ثلاثه بلين، ترانس بايلوري، سب كوستال طبعا مهم جدا بالنسبه لنا، وترانس تيوبيركولار بلين. ما بين السب كوستال بلين وترانس تيوبيركولار بلين ادي خطين بالعرض، رايت وليفت لاترال بلين، بنعمل خطين بالطول خطين بالعرض، بيبقى عندي 9 ريجنز في الابدومين، رايت هايبوكوندريم وليفت هايبوكوندريم، رايت وليفت لامبر، رايت وليفت الياك. رايت هايبوكوندريم يعني تحتها الغضاريف كارتليج، ليفت هايبوكوندريم، رايت لامبر، ليفت لامبر، رايت الياك، ليفت الياك. اللي موجود في الوسط المفترض المنطقه الموجوده في الوسط جاستريك، يبقى فوقيها اي بي جاستريك وتحتها هايبو جاستريك او سوبرا بيوبيك، يبقى فوقيها اي بي جاستريك تحتيها هايبوجاستريك او سوبرا بيوبيك. اللي موجود المنطقه الموجوده في الوسط شلت كلمه جاستريك وحطيتها امبيليكال. يبقى باختصار المناطق 9 ريجن اوف ذا ابدومين، رايت هايبوكوندريم، ليفت هايبوكوندريم، رايت وليفت لامبر، رايت وليفت الياك، 3 سنجل ريجن اي بي جاستريك امبيليكال هايبوجاستريك او سوبرا بيوبيك. تعال نشوف سؤال، ذا ليفل اوف سب كوستال برين، يبقى دي على طول ال 3 يا دكتور. الليفل اوف ترانس بايلوريك بلين على طول يبقى ال1 يا دكتور. تعالوا نشوف حاله كده نقراها مع بعضينا وما نتوهش في الحاله يا اولاد. A 53 year old woman presented with 3 day history of peri umbilical pain. يعني واحده عندها peri umbilical pain which had localized to right iliac fossa، يعني كان بعد ما حول الامبيليكال بقت settled في right iliac fossa. By the time she attended to the hospital. أول ما جت الهوسبيتال الدكتور يقول لها فين الألم؟ بقى موجود في رايت إليك فوس. She described the pain as a sharp in nature, constant, sharp, constant ومستمر and was aggravated by movement وبيزيد مع الحركة. لغاية دلوقتي أنا ما جبتش حاجة على فكرة. Identify the mentioned فوس. إيه ده؟ يعني كل الموضوع identify the mentioned فوس. أرجع بقى بسرعة للكيس. فين الفوسة؟ فين الفوسة؟ رايت إلياك فوسة. يبقى هو السؤال identify رايت إلياك فوسة. شوف السؤال ازاي بيتحل. فين الرايت إلياك فوسة؟ اي رقم 7. ابص على الاجابات يبقى الاجابه بتاعتي رقم دي. ايوب ان احنا نكون استوعبنا الكلام بتاعنا، والى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.